السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة في فيديو جديد، والنهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل الجاكيت دوت. والجاكيت ده أو فستان زي ما انت عايز تعمليه بيناسب طفل عنده 6 شهور أو طفلة عندها 6 شهور. هناخد مع بعض دلوقتي ونعرف المقاسات مع بعض، تتابعوا معايا. أول حاجة احنا بنشتغل جزء السلاسل، والجزء الاولاني من الشغل بتاعنا بيبقى على مرحلتين، اللي مرحله السلسله ومرحله عمود بلفه اللي احنا بنعملها هنا، وبعدين بننزل ب5 ادوار في الجزء بتاع الصدر دوت، 5 ادوار في 5 تاني علشان نعمل الجزء لغايه الباط بالشكل ده، تمام. وبعدين بنقفل الجزء دوت. الخيط اللي بنستخدمه هنستخدم مش خيط هيمالايا ديد روبر بتاع البيبي، تمام. انا محتاجه 100 جرام شله، 100 جرام بحوالي 340 متر استخدمتها لطفل عنده 6 شهور. انا لو جيت وزودت هنا في الصدر اكتر من الخطوات اللي انا هقول عليها هيدي مقاس اكبر من كده، تمام. المقاسات بتاعتنا بتاعت الفستان او الجاكيت دوت من تحت الباط هنا 26 سنتي، من هنا لهنا 26 سنتي، من تحت الباط لغاية تحت هنا 17 سنتي، من طول الكتف هنا من عند الكتف لغاية تحت خالص 28 سنتي الارتفاع الكامل بتاع أنا ببدأ هنا وبشتغل السلاسل بتاعتي وبعمل 65 غرزة سلسلة، ودي الحاجة الوحيدة اللي احنا بنحسبها. بعد كده الموضوع يبقى سهل ومفهوش اي حسابات تانية من غير تقسيمات ولا حاجة. 65 غرزة السلسلة بيعملوا بالظبط 29 سنتي، تمام، زائد 3 سلاسل اللي هنعملهم عشان العمود بتاعنا. هنعمل 65 ونرجع لكم. انا دلوقتي عملت 65، هبدأ اعمل العواميد بتاعتي، فبطلع 3 2 3 وبدخل هنا في اخر واحدة في 65 وبعمل عمود بلف، وهفضل اعمل عواميد كده في كل غرزة معايا اهي، اعمل عمود بلف في على كل الغرز، اعمل عمود بلفة بالشكل ده. دي تاني خطوة، الخطوة الاولانية السلاسل، والخطوة التانية العواميد بتاعتي، ادخل بالشكل ده اكمل عواميد وهنرجع تاني. انا جيت هنا في اخر عملت غرزة وطلعت بالشكل ده، واخدت الخيط معايا غرزة واحدة بس، وجيت في نفس الغرزة دي عملت عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين جيت في الغرزة التانية وعملت عمود 2 عمودين بلف، تمام، واللي وراها عمود 1. ده الترتيب اللي همشي بيه، عمودين في عمود عمودين في عمود بالشكل ده. دي السطر التاني، شغلي السطر التاني، 2 عمود في 2 عمود في 2 عمود في هنا 2، تمام. بالشكل ده 2 1 2 1 2 1 بنفس الترتيب داير ما يدور لكل ايه لشغلي مع بعض كده. هنا انا وصلت للاخر، وهدخل في الغرزة الاخرانية دي اهي بتاعت العمود بالشكل ده، وهعمل اخر حاجة العمود بلفة بالشكل ده. اجي اطلع غرزة واحدة بس والف الشغل بتاعي، واجي في الغرزة بتاعت العمود اهي وبعمل عمود بلفة تاني، تمام، بالشكل ده اهو. وبعدين باجي على 7 الاولانيه بتاعتي اللي هما الاتنين مع جنب بعض، وبدخل جواهم بينهم وبعمل عمود وسلسله وعمود تاني، تمام. وباجي على العمود اللي فرداني لوحده وباخده اشتغله من ورا بالشكل ده، واطلعه قدام الابره واشتغله من تحت كده بالشكل ده، وباجي
على الاتنين برضو وادخل في النص واعمل سبعة، وعمود بلفة سلسلة عمود بلفة تاني بالشكل ده. وبعدين باجي على العمود الفرداني باخده كده من فوق الشغل من تحتي وادخل واعمل عمود كده، واجي على برضو الاتنين وادخل اعمل عمود سلسلة عمود، واجي على العمود لوحده وادخل كده واعمل عمود. وبنفس النظام دوت بشتغل السطر كله، وده تاني سطر في شغلي سلسلة عمود بنفس النظام ده بنفس الشكل كده بعمل السطر كله وبشتغله بالشكل ده. واكمل تاني وهرجع لكم عشان نشوف شكل باجي هنا في الاخر وعند الغرزة الاولانية اللي هي العمود الاولاني بعمل عمود، وبعدين بعمل غرزة والف الشغل بالشكل ده وادخل فيها وادخل فيه واعمل نفس في الغرزة الاولانية واعمل العمود بتاعي بالشكل ده. باجي اشتغل نفس لقيت عمود من ورا بالشكل ده اهو اللي بارز بتاعي، باخده كده بالشكل ده من ورا بعمل كده اهو وبشتغله، وباجي هنا بلاقي سبعة قدامي هنا بروح داخلة فيها كده وعاملة نفس الغرزة اهي بتاعتي شغالة فيها. اجي العمود اهو من ورا باخده واشتغله بالشكل ده، السبعة بتاعتي بدخل فيها بالشكل ده حرف ال V وبعمل غرزة واخد العمود التاني بالشكل ده. باجي الخيط واللي اهو العمود اهو من ورا بألف الشغل اهو كده اهو عشان تشوفوه، وادخل في العمود بالشكل ده واجيبه واشتغل عليه عمود بلفة وادخل في السبعة حرف ال V دي واعمل الغرزة بتاعتي بالشكل ده اهي. دي عدلة الشغل اهو زي ما شايفين. تمام، انا هكمل شغلي وبعمل خمس عواميد، يعني خمس ادوار، واحد اتنين تلاتة اربعة، والخامس اللي هشتغل فيه خمسة، خمس ادوار اهو اهو معايا من اول السبعة دي واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعد كده هزود. تمام، هزود بعد كده نشوف في شغلي، هشوف هنشوف بعد كده هنعمل ايه. انا كده اخر السطر وجيت عملت في الغرزة بتاعتي عمود بلفة الاخرانية وطلعت غرزة واحدة بس ولفيت الشغل وادخل اخد الخيط معايا قفلناها بغرزة عمود، وبعدين عملت غرزة تاني سلسلة، وبعدين طلعت نفس في نفس المكان هنا في نفس الغرزة عملت عمود تاني بالشكل ده. تمام، جيت هنا انا بشتغل في الاقي سبعة هنا قدامي هشتغل فيها عمود بلفة وعمود بلفة تاني، اعمل غرزة سلسلة وارجع اعمل اتنين عمود بلفة تاني. تمام، الدور ده العمود بتاعي اللي بشتغله العمود بتاعي من ورا، هاخده كده من ورا. تمام، فباخده برضو عادي ما بيفرقش معايا حاجة، عادي باخده وبعدين بشتغل في السبعة التانية العمود بتاعي العمودين، وبعدين سلسلة واتنين عمود تاني بالشكل ده. تمام، ادي الغرزة بتاعتي اللي هشتغل عليها الفترة الجاية الخمس خطوات تاني، خمس ادوار تاني، واللي هما الخمسة دول اخر خمسة لغاية لما اعمل هعمل الايدين. اعمل تاني اهو باخدها من ورا اهي الغرزة بتاعتي بالشكل ده، بطلع بيها وبعمل من غير اي حاجة بعمل الاربع عواميد بتاعتي اللي بينهم
غرزة سلسلة، تمام، غرزة سلسلة، وارجع اعمل عمود بلفة اتنين، هطلع تمن تدوار، سوري خمس تدوار تاني بنفس، اهي دي العدلة بتاعتها، خمس تدوار تاني بنفس الترتيب ده، بعمل اتنين عمود، اتنين اربع عواميد بينهم سلسلة، والعمود اللي في النص دوت اللي باخده زي الاستك، غرزة الاستك كده من فوق، واربعة تاني واربعة بينهم سلسلة وعمود، واربعة تاني بينهم سلسلة عمود، هعمل نفس النمط ده خمس مرات تاني، خمس ادوار، تمام. عشان ايه؟ عشان نيجي في الجزء ده اللي بعمل فيه وبشبك فيه عشان اعمل الايد منه بتاعة الجاكيت، تمام. اكمل انا الخمسة التانيين وهرجع له. انا وصلت هنا لاخر الدور العاشر، وهعمل اخر جزء فيه اللي هو العمود الاخراني، وهطلع في الجزء اللي وراه اللي هو ده كده، هبدا انا اهي ده العاشر، اخر حاجه ده العاشر، تمام. هبدا انا اعمل الجزء ال11 ده بعد ما حدد مكان الباط، تمام. هنا وصلت للمرحلة اللي انا هحدد فيها مكان الابط وهقسم فيها شغلي مع بعضينا. انا محتاج اربع دبابيس بلاستيك، فبعد واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعمل علامة هنا، والناحية التانية واحد اتنين تلاتة اربعة عمود، وبعمل علامة هنا. باجي الجزء ده واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وبعمل عمود الناحية التانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وبعمل عمود في العمود ده، بحط الدبوس، تمام. نيجي هنا هنبدا نعمل الدور بتاعنا، وهنبدا مع بعض هنزود في الغرز مع بعض، نبدا الغرزه الاولانيه بتاعتنا العمود، وبعدين نبدا هنا نعمل في الفراغ بتاع الغرزه ثلاثه عمود بلف، اتنين تلاتة عمود بلفة، غرزة سلسلة، وفي نفس المكان تلاتة عمود بلفة تاني. نعمل الغرزة بتاعتنا بتاعت العمود دوت، ونجي هنا برضو نفس الفراغ نعمل تلاتة عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين غرزة سلسلة وتلاتة في نفس المكان، تلاتة عمود بلفة تاني. هكمل لغاية ما اوصل للدبوس اللي انا عملته الاولاني، هقولك هنعمل ايه. انا جيت هنا للعمود بتاعي اهو، هاخده معايا كده العمود اللي فيه وهاجي برضو مع الحمود التاني ده، وهاخده وادخل فيه الابرة بالشكل ده، يبقى العمودين معايا على الابرة، تمام. هدخل اخد الخيط واطلع منهم واعمل عمود برضو بتاعي، وادخل في الظهر بعد كده، هدخل في الظهر كده، انا عملت الدراع الاولاني اهو معايا، وهدخل في جزء الظهر وهعمل التلاتة بتوعي العمود، التلات عواميد بتوعي الاولانيين دول، وبعدين غرزة سلسلة، وفي نفس المكان برضو هعمل التلات تانيين، وهمشي برضو بقى في الظهر في نفس النظام لغاية لما اوصل للدبوس بتاعي اللي في الظهر برضو بتاع الايد التانية، تمام. كده انا وصلت للدبوس اللي عليه الدور الناحية التانية، وعملته خدته معايا بالشكل ده برضو، خدته معايا ودخلت هنا، جبت
الدبوس التاني اهو، ودخلت في العمود ده وطلعت من ابره من العمودين وعملت العمود بتاعي تمام، ودخلت في جزء الصدر ده الناحيه التانية وعملت 3 بتوعي اهم، وسلسله ويا 3 تانيين في نفس المكان برضو، نفس الغرزه بتاعتي همشي بيها لغايه اخر السطر اهي كده نفس النظام تمام. انا كده قسمت الدراع بتاعي اهو، قسمته لجزئين انا كده عملت التقسيمه بتاعه الصدر الجاكيت بتاعي بالشكل ده. انا بعد كده هبدا اعمل الجزء دوت من الجاكيت اللي هو من تحت الباط تمام. قفلت انا دلوقتي الباط خلاص كده اتقفل، وعملت الايدين اهي بالشكل ده في العمود بتاعها، ومن الناحيه التانية نفس الحكايه اهي عملتها. هبدا اعمل انا من الجزء اللي هو دوت اللي تحت الباط ده، هبدا اشتغل في الجزء ده. انا اخر حاجه اشتغلتها في الكم تلاتات تلاتة عمود بلفه اهو، وسلسله ده عمود بلفه، ده اللي هنزل بيه الصدر بقى وتحت الصدر، وايه وطول الجاكيت معايا هيبقى بالتزايد دوت. يعني زي ما احنا شايفين انا بعمل تلاتات 5 مرات تلاتات تمام، وببدا ازود بعد 5 تاني 5 تاني 4 وبعد كده تقريبا انا كده خلصت الجاكيت، وبعمل الطول اللي انا عايزاه، وبكمل وبوريكم ان هكمل بعد كده الجاكيت وهوريه لكم باذن الله. هبدا انا اشتغل نفس النظام اللي انا بشتغل بيه وهنزل بيه. انا هنا بعد ما وصلت للمرحله بتاعت قفل الايد بالشكل ده هنا اهي، عملت 5 ادوار او 6 زي ما انت عايزه بنفس الترتيب بتاعي، ان انا بعمل 3 هنا بينهم سلسله وبعمل 3 تانيين. طب انا عايزه ازود، احنا هنا في الاصلي هنا زودنا في المرحله الثانيه عملنا 4، هنعرف ازاي انا بعمل 4 عشان ازود عشان اعمل الوسع بتاع الفستان او الجاكيت اللي انا عايزه اكمله، اعمله على واسع يعني انزل على واسع من قدام هنا مظبوط على الصدر، وانزل كل ما انزل تحت ينزل على واسع يتفتح معايا ويوسع معايا عشان الموديل بتاعه يبقى من تحت واسع. عايزه هو الموديل دوت يبقى من تحت واسع تمام. انا هبدا اعمل لكم دلوقتي الدور اللي عليه الدور، واعرفكم ازاي بالزياده هنعملها تمام. ببدا اول سطر عملت فيه اشتغلت فيه اول غرزه اللي هو العمود الاولاني تمام، باجي اخد السطر هنا عندي هنا 3 تمام، هاجي اعمل ايه هسيب الاولاني واجي في العمود الثاني واعمل عمود بلفه. سوري اخلص ده بس الاول، اجي في العمود الثاني واعمل عمود بلفه بالشكل ده، والعمود الثاني اعمل عمود بلفه الثالث قصدي، اجي في الفراغ اللي هو الغرزه الواحده واعمل عمود 2 وغرزة، واعمل هنا 2 في النص تمام. يعني بعمل في الغرزة اللي انا عملتها في كل المراحل بتاعتي بعمل 4 بينهم غرزة بين 4 من بينهم غرزة السلسلة تمام. اجي في العمود اللي جنب واعمل عمود بلفة، والوراء اعمل عمود بلفة
يبقى انا كده عملت في كل ناحية 4 اهم، 1 2 3 4 8، يبقى كل مرحلة 8. باجي اعمل العمود بتاعي اللي انا متعودة عليه خلاص كده، خطه من فوق، وبعدين باجي هنا قبل اسيب العمود الاولاني اجي العمود التاني واعمل عمود بلفة، العمود اللي وراه ادخل فيه واعمل عمود بلفة، واجي في الفراغ اعمل 2 عمود بلفة، 1 2 وغرزة السلسلة، و2 عمود بلفة، 1 2 والغرزة اهي اللي ورا، العمود اللي ورا بعمل 1 تاني 3، والعمود اللي ورا بعمل 4 تمام كده. واجي على العمود دوت من فوق من ورا كده، اجي الف واخده بالشكل ده كده. انا عملت التزايد اللي انا عايز اعمله عشان انزل على واسع بالشكل ده، اكمل الشغل بتاعي على واسع، انزل اوسع، هوسع بالشكل ده تمام. هنا 3 وهنا 3 6، الدور اللي دوت بعد 6 7 ادوار زي ما انت عايزه، الطول اللي انت عايزاه بتحديه بنفسك، وبتعملي الزياده برضو الطول اللي انت عايزاه بتحديه. وانا قلت في اول الفيديو الطول اللي انا عايزاه بالنسبه للجاكيت تمام، او البلوزه على فكره ممكن تتقفل وتبقى بلوزه، وتبقى بلوزه او تعمليها الطول اللي انت عايزاه براحتك. انا هكمل باذن الله واوريكم الشكل النهائي. انا كده خلصت تقريبا الجاكيت بتاعي، وهبدا اشتغل اهو، والطول المناسب اللي انا عايزاه بكمل. وكده اشتغلت في الجزء دوت 4 2 في العمود، 2 في العمود دوت الاخرانيين، و2 هنا في العمود اللي ورا دول، في الاربعة دول عملت 2 هنا و2 هنا، وبعد كده جوه الفراغ ده عملت الاربعة بتوعي وبينهم غرزة زي ما النظام اللي احنا ماشيين بيه، زودت 2 في النص تاني غير اللي ايه النظام بتاعي الاولاني. يعني كل التزايد في الجزء دوت تمام كده. اجي اعمل اللي هو ايه طرف الشغل بتاعي اللي هو هعمل فيه العروه دي تمام بتاعتي. باجي عند اخر الشغل هنا، بدل ما الف وامشي كده لا، بدخل بالشكل ده، عملت غرزه، وباجي ادخل في الفراغ ده وبعمل غرزه حشو، واجي اعمل واحده تانية نفس النظام كده، وامشي على طول هنا في الجزء دوت واعمل غرزه حشو بالشكل ده، واجي هنا اعمل واحدة، وادي التانية، واجي هنا في الجزء دوت واعمل واحدة تانية بالشكل ده، اجي في الفراغ هنا واعمل 2 بالشكل ده، واجي في الجزء ده واعمل واحدة، وفي الفراغ بعمل 2 كده على طول دوت تمام، على طول ده لغاية الجزء اللي هو ايه اللي انا ببدأ الخمسة العشر الاولانيين دول، للعشر ادوار الاولانيين ببدأ اعمل الزراية. لو عايزة اعمل الزراية العراوي، لو عايزة اعمل عراوي من اول الاخر بعملها، بس انا هنا هعملها في الجزء اللي في النص الفوقاني اللي هو العشر ادوار الفوقانية هبدأ اعمل فيه. ما وصل لها ان شاء الله هوريكم. انا هنا وصلت للدور العاشر، بدخل اعمل الغرزة هنا، وفي الجزء ده بطلع 1 2 3 4 على قد حجم الزرار بعمل الغرزة، 5 6 اشوف كده مناسب خلاص، اجي في نفس المكان واعمل غرزة حشو، واجي اطلع تاني وادخل بالشكل ده اعمل تمام. باجي في نفسي هنا مكان واعمل غرزة، 1 2 3 4 5 6 مثلا، واجي هنا في نفس المكان بتاعي اللي طلعت منه بالسلاسل اعمل غرزة حشو تاني، وامشي بنفس الطريقة كده وكده اهو. عايز اعمل هنا ادي 1 2 العدد اللي انا عايزاه بقى،
واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لو عايزة اعملهم تلاتة اعملهم تلاتة، اتنين اتنين، اي عدد انت عايزاه، يعني اتنين زرار تلاتة زرار اهي بالشكل ده، والحجم اللي انا عايزاه. تمام، اتنين تلاتة، اعمل سوري غلطة هنا، برجع واعمل غرزة الحشو بتاعتي اهي، وهنا كمان واجي اعمل هنا اهي تلاتة تمام. انا بشتغل بالشكل ده في الغرز واظبطهم زي ما انا عايزة بترتيبهم. انا هنا عملت ثلاثة بس زي ما انتوا شايفين، وزي ما انت عايزة، عايزة تعملي تلاتة زي ما انا عملت، عايزة تعملي اربعة زي ما انا عملت براحتك. تمام، انا هنا وصلت لاخر الركنة بتاعت الاول شغلي، وباجي اعمل في الغرزة دي اهي، اعمل غرزة حشو واعمل غرزة حشو تاني. بس قبل ما اعمل غرزة حشو تاني هطلع خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وعشان اعمل العروة بتاعتي واجي اعمل غرزة حشو في نفس المكان، واجي اروح ماشية بالعرض تاني عند الرقبة كده في الغرزة دي اهي، واروح واخدة غرزة حشو بالشكل ده، وامشي بقى ايه في الغرز بتاعتي بتاعت العواميد اهي، واعمل غرزة حشو عشان اوصل ايه للجزء التاني، الركن التاني من ايه من الجاكيت اللي هو ده. تمام، بمشي بخطوات متساوية في الغرز، كل غرزة عندي هنا بدخل فيها اهي، واعمل سوري كاميرا، او اعمل غرزة حشو بالشكل، بعمل غرزة حشو بالاجزاء دي اللي هي ايه حوالين الرقبة العمود الاولانية. تمام، وانا عملت هنا العلبة بتاعتي، واجي اعمل غرزة الحشو بالشكل ده، امشي بيها لغاية لما اوصل الناحية التانية اهي بالشكل ده، هتبقى معايا همشي بيها على طول الرقبة لغاية لما اوصل للمنطقة الحتة دي الحتة. تمام، انا جيت اهي في الركن التاني من الجاكيت، وهعمل غرزة الحشو بتاعتي اللي قبل الاخيرة كده، وهاجي في الغرزة اللي في الركن الاخيرة دي، هدخل في الخيط بالشكل ده اهي، وهعمل واحدة تانية عشان الف في نفس المكان، هعمل واحدة. تمام، اجي هنا في الفراغ ده العمود ده هنا، اعمل اتنين غرزة حشو بالشكل ده، واجي في الغرزة هنا اعمل واحدة، واجي في العمود التاني اعمل غرزة، وفي الغرزة اللي هي غرزة الحشو دي اعمل غرزة تاني موجودة هنا قصدي، والغرزة دي اهي واحدة. اجي هنا في العمود ده اعمل اتنين كده، وفي المكان هنا اهو اعمل غرزة واحدة، بعدين غرزتين بالشكل ده اهي، وبعدين في الجزء ده واحدة، وهكذا لغاية لما اوصل لاخر الايه الجاكيت، واقطع الخيط بعد كده خلاص، يبقى كده خلصت الجاكيت. انا كده خلصت الجاكيت وعملته، واطوال اللي انا عايزاها بالظبط زي ما انا عايزه. ممكن اطول على فكره، الطول اللي انا عايزاه اطوله براحتي، الطول دوت متروك ليكي، لو انت عايزه تحبي تكبري اكتر من كده تطولي، قصدي اكتر من كده تطولي. بس ال 65 مناسبه لسن 6 شهور، 65 غرزه السلسله مناسبه 6 شهور. لو الصدر هنا معاكي طلع واسع شوية، على فكرة ممكن تعملي اختصار للغرز، وانا قبل كده عملته في فيديوهات تانية، تجمعي الغرزتين مع بعض وتطلعي بغرزة واحدة لو عايزة تضيقي. لو غرز الحشو برضو ممكن تقفل معاكي شوية، قبت الحوض ده حردة الحوض ممكن تظبطيها. اللي عايز كمان يشتغل بنفس النظام دوت ويطلع من هنا ويدخل يجي يعمل الشغل بتاعي من هنا، يطلع يعمل الأربعة الثلاثة دول، احنا وقفنا هنا عند الثلاثة، ويكمل ويعمل الكم. تمام، مفيش مشكلة، يكمل على النظام اللي احنا ماشيين عليه، وهيبقى بكم برضو.
ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو النهارده وبالجاكيت بتاعنا، وان شاء الله هجيب لكم فيديوهات تانية بنفس مقاسات مختلفه تاني واطول، وان شاء الله واظبط لكم جاكيتات بكل الاعمار. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا باللقاء، ما تنسوش مع بعض اللايك معانا، واللي ما اشتركش معانا يشترك لخطوه اخرى ان شاء الله.